السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم في سنة 1985 عن رحلتي للحج. رحلتي للحج وكانت رحلة غير عادية ورحلة صعبة جدا، لأن أنا كنت ساعتها رئيس اتحاد الطلبة المصريين في بريطانيا كلها، وكان علي أن أنا أعمل نشاط كبير. وكان من النشاط ده كما ذكرت في أماكن أخرى عملنا، طبعاً ما كنتش مبعوث يعني، وده كان جزء من المشكلة اللي حصل بيني وبين السفارة المصرية، أن أنا مش مبعوث يعني، أن أنا طالب مستقل. والمشكلة حصلت أن أنا كان لازم يكون لنا برنامج هذا العام. كان البرنامج ده بدأ بإصدار مجلة اسمها مجلة المصريون، وبعدين بعمل مسابقة القرآن الكريم في رمضان والحفظ القرآن، وعمل رحلة لباريس، وعمل رحلة للحج. والحمد لله نفذت مثل هذه الأشياء في البرنامج ده. وكانت طبعا السفارة قامت ولم تقعد، لأن طبعا كيف إن واحد زي يكون مسؤول اتحاد الدارسين المصريين في بريطانيا. على العموم حبينا نحجز في أماكن مختلفة على شركات طيران مختلفة، لكن بعد ما حجزنا في مصر للطيران في هذا العام جاء تعميم من السفارة لشركة مصر للطيران في برمنغهام لتلغي الحجز بتاعنا. كان الراجل مدير الشركة راجل محترم، قال لنا يعني أنا هلغي الحجز بتاعكم وأدور لكم على شركة تانية تطلعكم. فحسينا ان المعركة اقوى اكتر واكبر مننا احنا. فالمهم يعني انا خبيت اسم الشركة الجديدة هنسافر عليها للحج، وما رضيتش اخد معانا عائلات تيجي معانا في هذه الرحلة، علشان يعني اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، العناء اللي هتعاني منه النساء اذا كنا احنا هننام في الشارع، او هنجيب بطاطين وهنجيب مراتب ننام عليها. على العموم بدات افكر يمين وشمال، رسلت بعض المؤسسات الشعبيه في المملكه العربيه السعوديه وكلهم لم يستجيبوا لينا. فكان لينا احد اصدقاء والدي اللي هو صديق العمر لي، كان وزير الازهر في حكومه السادات في الماضي، وكلمته قال لي خلاص يا ابني ابعت لي اسماء الطلبه اللي عايزين يروحوا يعملوا الحج عشان نحطهم في التكيه المصري. انا كان عندي 5 أو 6 طلبه هيروحوا معايا، فبعت له القائمه ب20 اسم ونزلتها. كان في احد زملائنا نازل مخلص دكتوراه نازل لمصر، واخذ القائمه دي وراح بيها لاخويا قبله في المطار، وبعدين راح بيها معايا الوزير في بيته، لأن كان في صداقة عائلية قوية جدا بين والدي بين سعادة الوزير أو معالي الوزير. والوزير فطر يوميها وراح على وزارة الأوقاف مباشرة. من قدر الله سبحانه وتعالى لما دخل في وزارة الأوقاف عند كان وزير اسمه أحمد أبو النور، دكتور أحمد أبو النور، يعني هو لسه عايش ربنا يكرمه. كان هناك رئيس بعثة الحج المصرية كان هو لواء اسمه سيف أو حاجة زي كده، مش فاكر بالظبط الاسم. فقال له دول اولادنا من بريطانيا جايين يعملوا رحله، يعني عايزين يقعدوا في التكيه المصريه في جده، سوري في مكه وفي المدينه. طبعا رحب رئيس البعثه جزاه الله خير، وكان توصيه جميله جدا. ف يعني استطعنا ان احنا نجد مكان ياوينا في هذه الرحله الممتعه. طبعا يعني لما احنا طبعا انا خبأت على كل الزملاء اسم شركة الطيران وكذلك من سيستضيفنا في هذه الرحلة، إلى أن وصلنا إلى مطار هيترو. في مطار هيترو قلت لهم نحن حاجزين على الخطوط الجوية السودانية، فكل اطمئن. وبعدين طلعنا على الطائرة، طبعا الطائرة كانت تعبانة جدا والخدمات يعني في الوقت ده كانت يعني غير جيدة. حتى لما نزلنا عشان نلبس لباس العمرة ونغتسل، دخلنا في غرف هناك يعني ما كانش فيها، كان فيها براميل مية فقط، استحملنا من براميل المية وطلعنا على الطيارة مرة أخرى. حصل فرقة عجيبة جدا في الطيارة، إن أحد
الركاب بتخانق مع احد المضيفات وشتمها وكان حيقوم يضربها. يعني كان يعني حاجات غريبه كده بتحصل في الطياره. المهم رحنا ربنا اكرمنا، وكان اصعب زي ما انا قلت في اماكن في تسجيلات قبل كده، اصعب ساعه او ساعتين او ثلاث ساعات قضيناهم. واصبح برحله هي ان انا امشي من لما وصلنا مدينه الحجاج من في داخل المدينه الى ان اتصل بالرقم اللي اعطاه لي صديق والدي رحمه الله عليه الشيخ عبد العزيز عشان اتصل بالتكيه في مكه. يعني فمشيت المشوار ده وما كنتش عايز امشي، يعني كان صعب جدا علي، لكن مشيته. ولما اتصلت في الناحيه الثانيه رد عليا اللي هو الحارس في اللي هو التكيه، مجرد ما قلت له اسمي واسم الوفد قال تمام يا فندم اتفضلوا احنا منتظرينكم. دي كانها اعطتني الروح مره اخرى ودبت فيها الروح مره اخرى. كان رحله جميله جدا جدا، قضينا فيها وقت ممتع في التكيه المصريه في جده في مكه والتكيه المصريه في المدينه. وفي الرجعه انا افترقت عن زملائي ونزلت للرحله الثالثه للسودان عشان اشوف المشروع بتاع مزرعه الدواجن ده اللي كان موجود في خشم القربه الجربه ممكن نتكلم احنا عليه. ونزلت في المطار طبعا، ومن المطار طلعت مع مندوب الجمعيه اللي انا كنت بشتغل معانا وبنشتغل معاها، واخذنا العربيه بتاعته. كان في طبعا ازمه في البترول في السودان في هذا الوقت، ومشينا بالعربيه مشينا 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 وهبا العربيه وقفت في قبل ما نوصل الجدارف حوالي 7 ساعات سواقه من الخرطوم الى الجدارف قبل ما نوصل لخشم جرب. المهم وقفت العربيه، مفيش تليفونات مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا. المهم نمنا على الطريق في الشارع انا واخونا ده، وفردنا مش عارف انا نمت ازاي، حتى ناس نمنا ازاي. وبعدين لغايه ما النهار طلع واعتقد هو ارسل رساله للمستقبلين لنا في مدينه الجدارف، وجي ناس اخذونا وجابوا بنزين معاهم ووصلنا لغايه ما وصلنا الى الجدارف نفسها. وبعد كده هو قعدنا في الجدارف، وطبعا الناس كانوا كرماء هناك يعني، وذبحونا ذبيحه زي عدد السودانيين في مناطق دوكلا اللي في شرق السودان. وبعد كده رحنا المخيم للاجئين في خشم القربه وشفنا اللي هي مشروع اللي هو الفراخ اللي احنا كنا عاملينه وطلعنا عليه يعني. وكان دي اول خبره ليا في ان انا اشوف مشروع واشوف عشش فراخ ويعني. وكان ده يعني تعتبر الزياره الثالثه للسودان والزياره الاولى الميدانيه لاحد المشاريع اللي احنا كفلناها بعد ما جمعنا من قبل عام حوالي 5000 جنيه علشان يستفيد بها اللي هم اللاجئين الاريتريين في منطقه خشم القربه، وتصرف الريع منها على بعض الاعمال اللي هي التدريس والتعليم الى اخره. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.